بالنسبة للتوجيه الجامعي احنا جاهزين، ما تعرف احنا نخدمه على توقعات، يعني من قبل حتى النتائج الدورة الرئيسية. احنا كان تذكروا اكيد راكم تابعتوا، خرجنا مع تدليل التوجيه الجامعي مش طاقة الاستيعاب، على خطر خرجناها ليلة نتيجة البكالوريا الدورة الرئيسية. لكن الهدف شنو؟ الهدف انه باش حاملي شهادات البكالوريا والاولياء نتاعهم يعرفوا شنو هي الاختصاصات الموجوده، شنو هي المسارات الموجوده، التواريخ اللي يلزم يحترموها، التوجيه الجامعي الى اخره. في مرحله ثانيه بطبيعه الحال احنا باش نعملوا 2021-2022 الايام الوطنيه للتوجيه الجامعي في مدينه العلوم، كما عملنا عام ناول باش نقدموا جديد بالنسبه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ووقتها تكون عندنا النتائج النهائيه للبكالوريا. كما تعرفوا توا بالنسبه للدوره الثانيه حسب ما طوله وزاره التربيه يمكن تكون في حدود 16 جويليه. دونك احنا بعد نهارين ثلاثه باش نعملوا الايام الوطنيه وتكون فيها تحديد بطبيعه الحال الاختصاصات. بالنسبه للجديد احنا شوف راهو الهدف مش في الكثرة، في النوعية. احنا بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاعدين نشتغلوا على ملائمة التكوين مع سوق الشغل، يعني على عديد الطلبات الحقيقة من المؤسسات الجامعية. لكن قلنا بالنسبة للسنة إلا المسارات اللي عندها أفاق تشغيلية كبيرة، وركزنا على البناء المشترك. البناء المشترك إيش معناها؟ معناتها هو مسار تكوين مشترك بين وشكون وشكون، مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي في طبعا حال مجالات ذات تشغيلية عالية، وهذا هو الهدف نتاعنا. احنا الشعب هذيك طلبنا من الجامعات الكل انه في عوض نعملوا احداث جديد مشينا اكثر من هيك. حتى المؤسسات قلنا المؤسسات اللي هي موجودة في الجامعة زوز مؤسسات ولا تأمن نفس المسار، ما فهمش علاش باش تقعد المؤسسة الأخرى. مش معترض المؤسسة هذيك باش يصير معناتها تخلي عليها، لكن باش يصير معناتها إعادة الهيكل نتاعها في مسارات جديدة. وعندنا مثل عملناه السنة لكن ما نجمش بطبيعة الحال نعلن عليه، ما تعرف لازم يتعدى على مجلس الوزراء تصير مصادقة عليه، وين خذينا مؤسسة وغيرنا التكوين اللي كان فيها. علاش؟ خاطر ثم مؤسسة أخرى ماهيش بعيدة. دونك قلنا التكوين ما ثمش علاش باش يكون نفس التكوين، والمؤسسة هذيك بنفس الإمكانيات، على خاطر ما ثم زاد وضع مالي وإلى آخره، دونك ماهوش باش تتطلب إمكانيات مادية جديدة، يعني بالإمكانيات الموجودة باش تأمن إن شاء الله تكوين جديد. وبحول الله وقت يتعدى على مجلس الوزراء يصير الإعلان عليه.